حنا على بعد تقريبا 73 يوم أملي أن المغربي ولا مغربية ولا عدد منهم يرفضوا العلم المغربي خلف هذا المحفل الدولي اللي أول مرة غادي يعرف واحد المناصفة ما بين مشاركة عنصر نسوي وعنصر رجالي 50% 50% مقارنة مع القرن الماضي مقارنة مع الألعاب الأولمبية اللي لعب فيها 1984 اللي كانت بالنسبة للمئوية ما كانت 23% مقارنة مع بيردو بيردا اللي هو اللي كان مصور ديال الألعاب الأولمبية العصرية اللي كان في الوقت ديال القرن الماضي كيمنع أن العنصر النسوي يكون حاضر ماشي كمتبارية ولكن كمتفردة في الملاعب. حاليا كنشوفوا أن الفرصة تعطى للعنصر النسوي باش أنها تشارك بواحد الطريقة قوية. وأنا بغيت نهني كل المغربيات والمغاربة بصفة عامة اللي كيكونوا الفريق الوطني واللي غيكونوا الفريق الوطني من الباب مازال مفتوح بالنسبة لتأهيل عدد ديال العناصر. وبغيت نهني كذلك كيف قلت لكم في البداية نادية عفوا خديجة المرضي الأولى كما لأن أولا هي أم متزوجة وأم ديال واحد جوج الوليدات واحتلت على الصف الأول في بطولة العالم وتأهلت بذلك إلى الألعاب الأولمبية. إذن هنيئا لكل هذا المتمارين وبغيت أرضي حيني باش نعلق ميدالية الرياضي ولا الرياضية ويرفع العلم المغربي خفاق بهذا المحفل الدولي ونداء الجالية المغربية اللي متواجدة في فرنسا باش أنها تحضر بكثافة وتأيد الشجاعة الفرق المغربية اللي غتكون حاضرة. شكرا.